خليني ارجع لسيادتك مع حضرتك للمباراه بتاعه الهلال بكره بدون جمهور، خلاص يعني الموضوع خلصان، الهلال والاهلي يوم السبت وبكره الزمالك والمريخ، شايف الماتشين ازاي يا كابتن؟ والله الحقيقه انا مندهش برضه، مش لاقي جواب. يا ريت انت لو عرفت الموضوع ده ترى احنا ليه لعبوها بالنهارده السؤال، يعني رغم ان الاضاءه على حسب علمي كويسه بس. يعني انت قصدك حتى لو انت قصدك حتى لو بدون جمهور، طب ليه الساعه 3 برضه؟ ما انا الحقيقه أنا مش لاقي اجابه للموضوع ده. يمكن يكون برضه في علامه استفهام للاضاءه ممكن تكون موجوده كحاجه انهم حطوا فيها برضه ريمارك، ولا بالتالي قال لك تلعب بالنهار، لانه اغلب استادات اللي بتلعب في دوري الابطال يعني اغلبها مثلا في 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 نيجيريا، في 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 السنغال، في مالي، بيلعبوا بالنهار مرات عشان الاضاءه ما بتبقاش كويسه. ومش كل الانديه اللي مشاركه في بطولات دوري الابطال والكونفدراليه الملاعب بتاعتها يعني 100% للاسف الشديد، يعني حتى هذه اللحظه في ملاعب سيئه جدا وانت تعلم ذلك. تمام. الموضوع برضه محتاج من الاتحاد الافريقي ان يكون هناك عداله في كيفيه انك انت تضع المعايير عشان تنفذ وتطبق على كل الناس. تمام. من ناحيه الهلال الحقيقه والحقيقه جاب مدرب اجنبي الحقيقه، وطبعا يعني كونغولي، انا مستغرب جدا يعني بيتكلم فرنساوي، فبالتالي يعني اسمه فلوران ايبينجي، وده طبعا الحقيقه تم التعاقد معاه وجاب اثنين لعيبه من الكونغو معاه، يعني اثنين لعيبه من الكونغو معاه اتعاقد معاهم. وبعدين الحقيقه واحد اسمه مكابي ليليو من فيتا كلوب الكونغولي، واحد من اسيك ميموزا، مدافع اسمه فيكتور بيدرو من الكونغو برضه، تمام، اتلتيكو الكونغولي. وكمان الحقيقه الاتحاد السوداني عمل حاجه غريبه جدا انا شفتها اخيرا، انه سمح بثمن اجانب في الدوري السوداني، ثمن اجانب في كل نادي. الغير السوداني استغل هذه الفرصه ودفع حقيقه مبلغ كبير جدا جدا، حوالي 6 مليون دولار امريكي في صفقات. هي الاول مره تحصل في السودان انه هذا المبلغ الكبير يدفع في وثمانية يا كابتن في كل نادي يلعبوا في الملعب ولا عاملين لهم يعني اللائحه؟ الحقيقه اللائحه ما قالتش يلعبوا ثمانية ولا، لكن كونك تتعاقد مع ثمانية دي الاول مره تحصل الحقيقه في السودان. يمكن بيتبعوا نفس الاسلوب اللي بتتبعه السعوديه، لكن ده طبعا احنا بقى عندنا ثمانية برضو دلوقتي يا كابتن. احنا عندنا ثمانية؟ معقول؟ والله احنا عندنا 5 فوق السن و3 تحت السن، يعني 8. الاهلي عنده 6 دلوقتي، الاهلي عنده 6، خد بالك. 6؟ لا فين 6؟ الاهلي عنده علي معلول، عنده بيرسي تاو، عنده اليو ديانج، عنده قندوسي، عنده سافيو، برونو سافيو، ادي 5، وعنده كريستو التونسي ادي 6، ومن حقه يجيب 2 تحت السن كمان. والله طبعا يعني انا بقول اتصدمت. لازم اللي يلعبوا على الاقل. طب في الملعب مش لا في الملعب 4؟ معلش لا في الملعب الحد الاقصى 5، يعني كده كده حقيقه في السودان. انا بقصد انه كده يعني منتخب السودان ده معناه في خلال سنتين مش هتلاقي لعيب سوداني، مش هتلاقي المهاجم، مش هتلاقي مهاجم ولا هتلاقي يعني عمليه صعبه جدا في 8 وقعدت تلعب منهم 5، فالعمليه هتبقى صعبه جدا. فالمهم يعني ماتش الهلال ده ماشي مهم جدا. ليه؟ لان الهلال خسران المباراه الاولى طبعا انت عارف في جنوب افريقيا، فبالتالي الفرقه قويه جدا على ارضها. تقريبا على حسب علمي الهلال السوداني لم يخسر على ارضه منذ فتره طويله جدا، خصوصا من الاهلي، فدي حاجه برضو توري ان المباراه عايز اقول لك على حاجه حصلت امبارح حقيقه مهمه جدا. في 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 صحفي او اعلامي مصري هجم النادي الهلال بشده وقال بيلعبوا بالنار مش بالنار، ف نار خلق جو حقيقه نار يا لهوي. تقريبا قال بتوع الهلال لا تلعبوا بالنار. ف كان حقيقه امبارح صاحبي بيتكلم بيقول يعني هذا الاعلامي يجب عليه ان يعني يقدر العلاقات بين الشعبين. طبعا يا كابتن ده انا ما اعرفش والله مين، ولا انما في الرياضه ما فيهاش الالفاظ دي حتى. يعني هيقول لك على السبيكر دلوقتي مين اللي قال الكلام ده، لانه معروفه في كل لا يعني الرياضه ما فيهاش يا كابتن. انا بص انا بالاصاله عن نفسي وعن اي حد بعتذر، لان الرياضه ما فيهاش الالفاظ دي، يعني ما فيش حاجه اسمها السودان والهلال والمريخ، دول ده احنا يا كابتن شعب واحد وميه واحده، ده مصر والسودان بالذات، الشعبين المصري والسوداني بالذات، ده خصوصيه عن اي حته في الدنيا، ده ما فيهاش. انا بقول المباراه ان شاء الله هتبقى مباراه فيراوي ومباراه قويه جدا ومباراه هتخلي بقى يعني
الفريقين يقدموا اداء متميز، لان الحقيقه الهلال زي ما بقول لك يعني دعم فريقه والمدرب ده كويس على فكره، مرن الكونغو ومرن فيتا كلاب ومرن في المغرب نهضه بركان، واخد كونفدراليه معاهم على فكره، واخد كاس المغرب الراجل ده، واخد بطولات مع فيتا كلاب برضو. انا بقول لك نادي الهلال لما يعني كان حريص جدا على انه البطوله السنه دي بالنسبه له يعني مهمه جدا، لان انت عارف ما حلهاش يعني طول طيب الفتره اللي بقت. طب هسال حضرتك فنيا بقى، الهلال دعم وجاب مدرب ويعني، بس على المستوى شايف الاهلي ازاي والمواجهه هتبقى ازاي؟ الاهلي ما كسبش الهلال قبل كده في ام درمان، لكن الاهلي دي اكبر فتره في اخر سنتين يمكن جاهز فيها فنيا، لو انت اكيد متابع يعني الاداء الاهلي وجاهزيه الاهلي. لا الاهلي جاي من بطوله عالميه كاس طبعا، عالم وجاي طبعا. عنده بقى الحقيقه المومنتم او قوه الحقيقه اللي جاي بيها هينزل بيها المره دي، وعنده برضه طبعا طموحات واللعيبه جاهزه فنيا، وعنده كمان سكواد يعني مش عايز اقول لك يعني الفريق فيها 22 23 لعيب جاهزين الحقيقه. يعني انا بقول انه الحقيقه كمان الحقيقه تدوير اللاعبين برضو خلق نوع برضو من بعض اللاعبين احتكوا بشكل قوي، فانا بعتقد انه الحقيقه الاهلي جاهز لهذه المباراه وعنده القدره على انه يؤدي مباراه قويه جدا في ظل عدم وجود طبعا جماهير الهلال، لان جماهير الهلال جماهير صعبه جدا مؤثره طبعا، غير الجماهير مؤثره قويه جدا ومؤثره جدا في الحياه اللاعبين. لكن ما تقدرش تتوقع النتيجه او مين يبقى افضل من الاثنين؟ والله انا طبعا اتوقع الاهلي يبقى افضل، لان بقول لك جاي من برضه من كاس عالم وعامل مستوى كويس، مع ان النتائج ما ارضتش الناس، لعب اربع مباريات قويه جدا في 12 يوم، دي حاجه يعني تعتبر برضه يعني بدنيا عنده القدره. وطبعا الهلال خسر من الحقيقه من صن داونز بهدف، انا اتفرجت على المباراه هي كان بيلعب كويس جدا الحقيقه الهلال عامل ماتش كبير مع صن داونز، وكمان المريخ ماتش قوي جدا، وانا بعتقد انه الهلال هيكون ندي قوي جدا، لكن الحقيقه الاهلي عنده خبرات كبيره جدا في المباريات الخارجيه. تقدر تقول لي مين في الاهلي ممكن يبقوا يمثلوا خطر على الهلال، ولا كل لعيبه الاهلي مفاتيح لعب بالنسبه لك؟ لا الاهلي انت عارف يعني الاهلي مستر كولر طبعا عنده الخلفيه الكبيره جدا على ماتش فريق الهلال عموما، وانا طبعا انا برشح انه ممكن الحقيقه يعني اللعبه المؤثره طبعا في هينزل الشحات وهينزل بقى قفشه وعبد القادر في الدفاع في الحقيقه في الوسط المدافع هيحط اثنين مدافعين تقريبا، حمدي فتحي يحط معاه اليو ديانج ممكن طبعا، لازم وعندك معلول على الطرف الشمال وهاني على الطرف اليمين برضه، لازم يلعب اثنين ديفندرز وهاني الحقيقه ماشي كويس بيزيدوا طبعا بصراحه، وطبعا الشناوي ان شاء الله يبقى يعني برضه يعني الخطا اللي عمله ده خطا يعني غير مقصود طبعا. لا انا بطمن اخواتنا في السودان، الشناوي مش هيعمل الغلطه دي في السودان.